أربع سنوات مضت على وجود طائرة الإسعاف أمريكية الصنع بدولة مالطا لغرض الصيانة، وها هي تعود إلى ليبيا بعد استكمال إصلاحها ودفع تكاليفها المتأخرة، إذ تعد من أحدث الطائرات التي يستخدمها الجهاز لنقل المرضى والمصابين. الطائرة اللي هي سيسنا سايتيشن كانت متوقفة لها فترة طويلة، لها 4 سنوات موجودة في مالطا. قامت إدارة الجهاز بأقصى مجهوداتها لإتمام إجراءات الفحوصات الفنية المتطلبة من للصيانة. الطائرة سيسنا تستعد للعودة إلى العمل بعد توقفها عام 2014، وذلك إثر استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها لتقديم خدماتها للمواطنين والمحتاجين. هيكون عندنا عدد طائرتين، والطائرة الثالثة موجودة برضو في مالطا، ممكن مع فترة شهر بإذن الله حتكون موجودة. هيكون عدد الطائرات 3 طائرات في الوقت الحالي، مع احتمال شراء طائرة جديدة في بداية السنة القادمة بإذن الله. الحقيقة الطائرتين الموجودين يعتبروا طائرات نفاثة، كل طائرة تنقل حالتين عناية فائقة، وبإذن الله نتمكنوا بتغطية ليبيا كلها في الوقت الحالي بالطائرتين هذه، سواء كان حالات مرضى عادية أو جرحى. انضمام الطائرة إلى أخرى كانت واحدة ضمن أسطول الجهاز، يساعد على نقل المرضى والمصابين بسرعة ودون الحاجة إلى الانتظار فترات طويلة بسبب الحالات الكثيرة التي تستدعي النقل إلى الخارج.